مرحبا بكم في قناتي، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. مؤخرا دخلت حديثا أغنية سيفن لجونكوك من بي تي اس قائمة سبوتيفاي التي تضم أعلى 200 أغنية استماعا بتاريخ المنصة، محتلة المركز 199 بدخولها الأول للقائمة، ومن الواضح أنها سترتفع أكثر بالفترة القادمة. الجدير بالذكر أن سيفن تمكنت من تحقيق إنجازها هذا خلال ما يقارب 10 أشهر منذ إصدارها في 14 يوليو العام الماضي. حصدت الأغنية حتى الآن أكثر من 1,058,000,000 استماع. ليس هذا فحسب، إن جونكوك الآن أول فنان منفرد آسيوي يدخل هذه القائمة، وسيفن أول أغنية لمنفرد آسيوي تحقق هذا الإنجاز، وهو ثاني فنان آسيوي بعد فرقة بي تي اس التي صنعت التاريخ سابقا مع داينامايت يدخل هذه القائمة ويتشاركان تحت عنوان واحد بكونهما الفنانان الوحيدان بين فناني آسيا والكي بوب اللذان تمكن من دخول هذه القائمة. وبهذا أكون قد وصلت إلى آخر الفيديو، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشاركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أنيويغاسيو كومسامنيدا